انت للحين شايله في خاطرك من فهد؟ لا يخس يزعل على هالاشكال. ليش تقولين عنه كذي؟ انت شايفه وضع حمده كيف؟ من حقه يخاف عليها ويحاتيها. وانا شي يخصني اذا حرمته اوفر دراما ونفسيه؟ مفروض ما يعق عليها الرمسه اللي تسد النفس. زين ما عليه، لا تقدرين عمرك ولا تسالين. بالعكس انا اليوم مزاجي وايد حلو، حتى نسيت موضوع فهد تماما. انا هذي هي مسودت الوجه. سالم ايش فيك صاير؟ تقولين السالفة الفيديو؟ اي فيديو؟ سلم انتج تسوي المصايب من ورانا وترجع لنا فضايحها. مو بكفايه كل يوم جايبت لنا سياره الشرطه عند الباب؟ ما تقولين ايش تبغين انتي؟ ابوي انا ايش ذنبي؟ ما كنت اعرف انهم ياسين يصورون، انا قلبي كان محترق. وهيك الانسانه تستاهل اللي ياهل انها سرقت ريالي. شب ولا كلمه. واحنا من متى نطلع اسرار بيوتنا للناس؟ انا شي يخصني ابوي، انا اللي صورت ونشرت الفيديو. لا صادقه، وانا الغلطان. غلطان انا خليتك على راحتك تسوين اللي تبغينه وتتصرفين على كيفك. انا قلت هالبنيه مسكينه خسرت ريالها وخسرت ظناها بنفس الوقت، لكن الحكيمه وياك ما تنفع ويكون في علمك. من اليوم وساير تطلع من البيت وامش. طبعا ازعلي وطلعي حجرات شوف كل على عمرك الباب، بس نكون في علمك ما بتكسري خاطري. من اليوم وساير وان طلعتي من البيت لا حش ريولك حش سامعه. شري ما خلق، شر غاصق إذا وقف، وشر نفاتاتي في العقد، وشر حاسد إذا حسد. صاير شو قاعد تسوين؟ أنت البارحة ما سمعت بنتك تقول شايفة يني في البيت؟ لا يا أبوي أنا ما بيهدالي بال إلا أطهر البيت وحصنه. شوف الصور المعلقة، وين ما بتيلي نانوة؟ أنا الحين بشيل الصور هاي كلها بوفرها برا. شي نحن ياسين في بعض الصور. الله يهديكم بس. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها يمكن ما يزمزم اللي وصيتك عليه؟ اوه نسيته. قولي والله جاية تراويني طولك؟ ترى ان شبعانة منك يا ذن في جدامي. نسيته ساتش الموت. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق. سارة واعية؟ حياة جواهر تفضلي. ايش حالك؟ تشوفت عينك من سيء لأسوأ. ايش سالفة اليني اللي مو تقول عنه؟ انت صدق شايفة يني في الحوش؟ ما اعرف شو اقولهم، شافوني اركض مثل المينونة، كيف اشرح لهم وانا بروحي مو فاهمه شيء؟ منو هذا اللي تشوفينه يا ساره؟ شو اللي قاعد يصير وياك؟ ما ادري بس انا وايد خايفه.